نحط رحالنا اليوم في منزل السيد بكري الأكتع وعائلته. تعالوا معنا لنعيش أروع اللحظات مع هذه العائلة. السيد بكري الأكتع سوري الأصلي من مدينة حماة، متزوج من امرأة سورية وله من الأولاد 2. أكمل دراسة الهندسة المدنية من جامعة يلدز تكنيك في اسطنبول، ويعمل حاليا في القنصلية السعودية منذ سنوات عديدة. سيد بكري، كيف بدأت حكاية مجيئك إلى تركيا وما الذي شدك إلى هذا البلد العريق؟ كان هدف الدراسة والاختيار كان اختيار تركيا لغرض كونه قريب من الوطن، يعني من بلدي سوريا. الشيء الآخر يعني طبعا كان افتراضي أن لا يكون هناك يعني فرق ما بين الشعب التركي والشعب العربي. وبالفعل يعني أنا لما جيت لإسطنبول يعني ما شعرت بالغربة أبدا يعني. سألناه عن انطباعاته الشخصية عن تركيا بشكل عام وإسطنبول بشكل خاص. يعني تركيا بلد حضاري، يعني طبعا بلد يعني عريق يعني في الحضارة، يعني نظرة تاريخية، يعني كله تركيا كانت يوم من الأيام إمبراطورية عظمى من دول العالم. يعني سيد بكري، كيف تقيم مستقبل العلاقات العربية تركية في الآونة الأخيرة؟ يعني كأنه في أولا حالة ازدهار، يعني كانت يعني زي ممكن أشبهها كنبتة يعني جار عليها الزمان فذبلت والآن تزدهر من جديد. سيد راوية، كونك مقيمة في تركيا منذ زمن طويل، كيف تقيمين المناخ الاجتماعي التركي في يومنا هذا؟ هو شعب يعني عنده مبادرة، يعني بيحب الضيف، بيبادر هو. لو كان أنا يعني يمكن باعتبار أني مناخنا نحن شوي ما كتير اجتماعيين. يعني شذا ابنة السيد بكري تحدثت لنا عن المناخ الاجتماعي التركي بالنسبة لها، فقالت: مجتمع مرحب، متواضع، بسيط، مرن جدا، قابل للتطوير دائما. هذا اللي يعني هذا الشيء اللي خلاني انه اختار شاب تركي من المجتمع التركي. يعني بتلاقي من حسب ما بيحكي لنا بابا من اول ما اجى على تركيا لهلا في يعني تطور هائل بهالمجتمع وبيئتهم. هذا يعني دليل انه عندنا مجتمع مرن جدا. يعني محمد، هل تشعر بان تركيا بلدا مفضلا لك؟ طبعا، لاني يعني هالبلد انا مرتاح، يعني كل شيء، اي شيء بيخطر على بالي بقدر اساوي، وما في ابدا ما لي حاسس بالغربه ابدا يعني. فلذلك يعني هي دوله مفضله لي.